السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سم بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين برحمتك يا أرحم الراحمين. أما بعد، قال الإمام ابن تيمية رحمه الله تعالى. من أول فصل. فصل. تضمن حديث سؤال النبي صلى الله عليه وسلم عن الإسلام، عن الإسلام والإيمان والإحسان، وجوابه عن ذلك، وقوله في آخر الحديث: هذا جبريل أتاكم يعلمكم دينكم. يعلمكم دينكم. فجعل هذا كله من الدين. وللناس في الإسلام والإيمان من الكلام الكثير، مختلفين تارة ومتفقين أخرى، ما يحتاج الناس معه إلى معرفة الحق في ذلك. وهذا يكون بأن تبين الأصول المعلومة المتفق عليها، ثم بذلك يتوصل إلى معرفة الحقيقة المتنازع فيها. فنقول: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فهذا كتاب الأيمان الأوسط أو الصغير، شرح لحديث جبرائيل عليه الصلاة والسلام. والمؤلف رحمه الله لم يذكر الحديث بطوله، وإنما ذكر معناه، فقال: تضمن حديث سؤال أو حديث جبرائيل سؤاله النبي صلى الله عليه وسلم عن الإسلام، ثم عن الإحسان، ثم عن الإيمان، ثم عن الإحسان. ثم قال في آخر الحديث: هذا جبريل أتاكم وعلمكم دينكم. فسمى الإسلام والإيمان والإحسان دين. هذا هو الدين. الدين يشمل الإسلام والإيمان والإحسان. فالدين له ثلاث مراتب، كما سبق السلام عليكم ليلة الماضية. الدين ثلاث مراتب: الإسلام والإيمان والإحسان. والمؤلف رحمه الله شيخ الإسلام ابن تيمية يقول: إن الناس اختلفوا في مسمى الإسلام وفي مسمى الإيمان، مختلفين تارة ومختلفين تارة. وقال: إن الحق يتبين بعد معرفة الأصول المتفق عليها. وذكر من هذه الأصول كما سيأتي الأصول المتفق عليها المجمع عليها التي دلت عليها النصوص أصلاً. الأصل الأول أن الناس في عهد النبي صلى الله عليه وسلم بعد هجرة المدينة ثلاث طوائف: مؤمنون باطنا وظاهرا، وكفار باطنا وظاهرا، ومسلمون في الظاهر وكفار في الباطن، وهم المنافقون. هذا أصل متفق عليه، مجمع عليه، دلت عليه النصوص من الكتاب ومن السنة، وأجمع عليه العلماء. الأصل الثاني أن النصوص وصفت أقواما من الناس بالإسلام دون ونفت عنهم الإيمان، في قوله تعالى: قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا. وقوله صلى الله عليه وسلم سعد بن أبي وقاص لما قال له حين أعطى عليه الصلاة والسلام رجالا يتألفوا على الإسلام: ما لك عن فلان؟ فوالله إني لأراه مؤمنا. فقال عليه الصلاة والسلام: أو مسلما، ثلاث مرات. و الخلاصة في هذا أن مسمى الإسلام ومسمى الإيمان اختلف الناس فيه على أقوال. القول الأول أن مسمى الإسلام هو الكلمة، ومسمى الإيمان العمل. الكلمة يعني النطق بالشهادتين،
شهادة لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، من نطق بهما فهو المسلم. فإذا عمل وأدى الواجبات وترك المحرمات فهو المؤمن. وهذا القول مروي عن الإمام الزهري رحمه الله وبعض أهل السنة أن الإسلام هو الكلمة والإيمان العمل. وليس مقصود الإمام الزهري رحمه الله أن الأعمال لا تدخل مسمى الإسلام، فإن الإمام الزهري أجل من أن يخفى عليه مثل ذلك، لكن مقصود الإمام الزهري بقوله إن الإسلام هو كلمة أن الإنسان إذا نطق بالشهادتين حكم له بالإسلام وتميز عن المشركين وعن اليهود والنصارى. والعمل والأعمال كلها داخلة في مسمى الإيمان. ومن أدلتهم قول الله تعالى ثم عرفنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله. قالوا فالظالم لنفسه هو المسلم، والمقتصد هو المؤمن الذي أدى الواجبات وترك المحرمات، والسابق بالخيرات هو المحسن. وهذه الآية لا تدل على ما ذهب إليه هؤلاء، لأن الآية ليس فيها أن الإسلام هو الكلمة، وإنما فيها تقسيم الناس إلى ثلاثة أقسام: ظالم لنفسه وهو الذي قصر في بعض الواجبات وارتكب بعض المحرمات، ومقتصد وهو الذي أدى الواجب وترك المحرمات، وسابق بالخيرات وهو المحسن. فالآية قسمت الناس إلى ثلاثة أقسام كعلي جبرائيل لما سأل النبي عن الإسلام وعن الإيمان وعن الإحسان. ومن أدلتهم أيضا أن الله أن النصوص دلت على تسمية الإسلام باسم الإيمان وحسنة الإيمان باسم الإسلام. ففي حديث جبرائيل الذي معنا فسر النبي صلى الله عليه وسلم الإسلام بالأعمال الشهادتين والصلاة والزكاة والصوم والحج. وفي حديث وفي عبد القيس فسر الإيمان بالأعمال، فإن في حديث وفي عبد القيس وحديث صحيح رواه الشيخان أن النبي صلى الله عليه وسلم قال آمركم بالإيمان بالله وحده، أتدرون ما الإيمان بالله وحده؟ شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان وأن تؤدوا خمس ما غنمتم. ففسر الإيمان بالأعمال. قالوا إن النصوص دلت سمت الإسلام بما سمي به الإيمان وسمت الإيمان بما سمي به الإسلام. القول الثاني لأهل العلم في مسمى الإسلام والإيمان أن الإيمان والإسلام شيء واحد، فالإسلام هو الإيمان والإيمان هو الإسلام، فهما مترادفان. وذهب إلى هذا بعض أهل السنة وعلى رأسهم الإمام البخاري رحمه الله، ذهب إلى هذا في كتابه الصحيح في جامع الصحيح في تراجمة، إنه يرى أن الإسلام هو الإيمان والإيمان هو الإسلام. وشارك أهل السنة في هذا القول بعض أهل البدع في الخوارج والمعتزلة، قالوا إن الإسلام الإسلام هو الإيمان والإيمان هو الإسلام، فهما مترادفان. وأجابوا عن حديث جبرائيل الإسلام شهادة أن لا إله إلا الله، قالوا هذا على تقدير، في تقدير والتقدير شعائر الإسلام شهادة أن لا إله إلا الله، شعائر الإسلام شهادة أن لا إله إلا الله، ولكن الأصل عليهم التقدير. واستدلوا بقول الله تعالى في قصة قوم لوط، في قصة لوط عليه الصلاة والسلام فأخرجنا من كان فيها من المؤمنين فما وجدنا فيها غير بيت من المسلمين. قالوا هذا بيت واحد وصف بالإيمان وصف بالإسلام، بيت واحد ولوط وابنته نجاهم الله من الهلاك، فأخرجنا من كان فيها من المؤمنين فما وجدنا فيها غير بيت من المسلمين. ف
فهذا يدل على أنهما مترادفان، ولكن الصواب أنهما ليس مترادفين. الجواب عن هذه الآية أن البيت المخرج اتصف بالإيمان وبالإسلام، لوط وابنتاه اتصفوا بالإسلام وبالإيمان، فهم وصفوا بالإسلام وصفوا بالإيمان لأن تنطبق عليهم أوصاف الإسلام وأوصاف الإيمان. ولا يلزم من كون هذا البيت المخرج اتصف بالإسلام والإيمان أن يكون الإسلام والإيمان واحد، لأن غيرهم قد لا يتصف بصفات الإيمان. ومن أدلتهم هو قول الله تعالى: قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا ولما يدخل الإيمان في قلوبكم. فهذه الآية فيها أن الله نفى عنهم الإيمان وأثبت لهم الإسلام، فدل على أن الإيمان والإسلام شيء واحد. ولو كان الإيمان والإسلام شيئين لما نفع عنهم الإيمان، فكونوا نفع عنهم الإيمان وأثبت لهم الإسلام دل على أن هؤلاء منافقون. والمعنى أسلمنا يعني استسلمنا وانقدنا للإسلام ظاهرا نفاقا. والصواب الذي عليه جمهور العلماء المحققون من السنة وعلى رأس من شيخ الإسلام ابن تيمية وغيره أن هذه الآية ليست في المنافقين، وإنما هي في ضعفاء الإيمان، لأن هذه الآية من سورة الحجرات، وآية الحجرات ذكر فيها المعاصي القتل والغيبة والنميمة والسخرية والهمز واللمز، وليس فيها ذكر النفاق، وإنما هي في ضعفاء الإيمان. فضعيف الإيمان ينفع عنه الإيمان ويثبت له الإسلام، وإن كان لا بد للإسلام من إيمان يصح به، إلا أنه لا يطلق عليه اسم الإيمان. ويدل على هذا ما سبق هذه الآية السباق واللحاف، فإن هذه الآية في المؤمنين، قال فيها: وإن تطيعوا الله ورسوله لا يلتكم من أعمالكم شيئا فأثبت لهم طاعة الله ورسوله ولو كانوا منافقين لما أثبت لهم طاعة، فليمنون عليك أن أسلموا فأثبت لهم إسلام ولو كانوا منافقين لما أثبت لهم الإسلام. والقول الثالث لأهل العلم أن الإسلام هو الأعمال الظاهرة والإيمان هو الأعمال الباطنة، ودليلهم حديث جبرائيل، فإنه لما سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن الإسلام فسره بالأعمال الظاهرة، ولما سأل عن الإيمان فسره بالاعتقادات الباطنة، فدل على أن الإسلام الأعمال الظاهرة والإيمان الأعمال الباطنة. والصواب الذي تدل عليه النصوص والذي عليه المحققون من أهل العلم والذي قرر الشيخ الإسلام رحمه الله في هذا الكتاب من أوله إلى آخره أن الإسلام والإيمان تختلف دلالتهما بالاقتران والإفراد، بالتجرد والاقتران، فإذا انفرد الإسلام دخل فيه الأعمال الظاهرة والباطنة، وإذا انفرد الإيمان دخل فيه الأعمال الباطنة والظاهرة، وإذا اجتمع صار لكل واحد منهما معنى. إذا اجتمع فسر الإسلام بالأعمال الظاهرة وفسر الإيمان بالأعمال الباطنة، كما في حديث جبرائيل فإنه اجتمع، لما اجتمع فسر الإسلام بالأعمال الظاهرة وفسر الإيمان بالأعمال الباطنة. لما سأل عن الإسلام قال الإسلام، فسر الإسلام بالشهادتين والصلاة والزكاة والصوم والحج، ولما سأل عن الإيمان فسره بالاعتقادات الباطنة، بالإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وقدر خير وشر. وإذا انفرد أحدهما دخل في الإسلام، فإذا انفرد الإسلام يدخل فيه الأعمال الظاهرة والباطنة، كما في قوله تعالى: إن الدين عند الله الإسلام. الإسلام هنا يشمل الأعمال الظاهرة والباطنة، وكذلك الإيمان إذا انفرد فإنه يدخل فيه الأعمال الظاهرة والباطنة. وبهذا تجتمع الأدلة ولا تختلف، وهذا ليس خاصا بالإسلام والإيمان، وكذلك يسمى الدين
الدين إذا أطلق يشمل الأعمال الظاهرة والباطنة. الإسلام إذا أطلق يدخل فيه الأعمال الظاهرة والباطنة. الإيمان إذا أطلق يدخل فيه الأعمال الظاهرة والباطنة. البر إذا أطلق يدخل فيه الأعمال الظاهرة والباطنة. التقوى إذا أطلق يدخل فيه الأعمال الظاهرة والباطنة. لكن إذا اجتمع الإسلام والإيمان صار لكل واحد منهما. الإسلام الأعمال الظاهرة والإيمان الأعمال الباطنة. اجتمع البر والتقوى صار لكل واحد منهما. البر فعل الأوامر والتقوى ترك النواهي. وإذا أطلق البر وحده شمل الأعمال الظاهرة والباطنة. وإذا أطلق التقوى وحدها شملت الأعمال الباطنة والظاهرة. وكذلك أيضا الفقير والمسكين. الفقير إذا أطلق دخل فيه المسكين. والمسكين إذا أطلق دخل فيه الفقير. وإذا اجتمع فسر الفقير بما هو أشد حاجة. فالفقير هو الذي لا يجد شيئا أو يجد نصف الكفاية يعني لمدة سنة. والمسكين هو الذي يجد نصف الكفاية إلا أنه لا يجد الكفاية. ولهذا بدأ الله بالفقير في قوله تعالى في الفقراء إنما الصدقات للفقراء والمساكين. الفقراء والمساكين هنا صار شيئا. لكن في مثل قوله صلى الله عليه وسلم ليس المسكين الذي ترده اللقمة واللقمتان والتمرة والتمرتان. هنا يدخل فيه الفقير. وكذلك الربوبية والألوهية. إذا أطلقت الربوبية دخلت فيها الألوهية. وإذا أطلقت الألوهية دخلت فيها الربوبية. وإذا اجتمع فسرت الربوبية بأفعال الرب. والألوهية توحيد الله بأفعال الرب. والألوهية توحيد الله بأفعالك أنت أيها العبد. فمثل قول الملكين للميت في قبره من ربك يعني من إلهك الذي تعبد يدخل فيه الألوهية. لكن لما اجتمع في قوله تعالى قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس صار لكل واحد رب الناس مربيهم وخالقهم ومدبرهم وصرفهم إلههم إله الناس معبود الناس. لكن إذا أطلق الرب دخل فيه معبود وإذا أطلق الإله دخل فيه الرب. إذا أطلق الفقير دخل فيه المسكين. وإذا أطلق المسكين دخل فيه الفقير. وإذا اجتمع صار لكل واحد منهم معنا. كذلك الإيمان والإسلام. إذا أطلق الإيمان دخل فيه الإسلام الأعمال الظاهرة والباطنة. وإذا أطلق الإيمان دخل فيه الأعمال الظاهرة والباطنة. وإذا أطلق الدين دخل فيه الأعمال الظاهرة والباطنة. وإذا أطلق البر دخل فيه الأعمال الظاهرة والباطنة. وإذا أطلق التقوى دخل فيه الأعمال الظاهرة والباطنة. وإذا اجتمع إيمان وإسلام صار لكل واحد منهم معنا. كما في حديث جبريل إذا قرن بين الإسلام والإيمان صار فيه الأعمال الظاهرة والباطنة. مثل قوله إن المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات اجتمع كل واحد منهم معنا. قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا صار لكل واحد منهم معنا. في حديث جبرائيل ما الإسلام ما الإيمان لكل واحد منهم معنا. في حديث سعد بن أبي وقاص ما لك عافلا فوالله إني لا أراه مؤمنا فقال أو مسلما. فرق بين الإسلام والإيمان. هذا هو الصواب الذي تدل عليه النصوص وتجتمع به الأدلة وهو الذي قرره المصنف رحمه الله من أول الكتاب إلى آخر. فيتبين بهذا أن مسمى الإيمان أصل الإيمان في اللغة التصديق. التصديق والإقرار والمعرفة. تصديق القلب وإقراره واعترافه. وشرعا الإيمان تصديق القلب وإقرار اللسان وعمل القلب وعمل الجوارح. يشمل أربعة أشياء. تصديق القلب ويسمى قول القلب وقول اللسان وعمل القلب وعمل الجوارح. قول القلب هو التصديق والإقرار والمعرفة. قول اللسان هو النطق كنطق الشارحين والأمر المعروف والنهي عن المنكر والدعوة إلى الله والذكر وتلاوة القرآن. عمل القلب النية والإخلاص والصدق والمحبة والتوكل والرغبة والرهبة. عمل الجوارح كالصلاة والصيام والزكاة والحج. أربعة أشياء. ولهذا يقول العلماء الإيمان تصديق قول باللسان وتصديق بالجنان وهو القلب. قول باللسان واعتقاد بالجنان وعمل بالأركان يزيد بالطاعة وينقص بالعصيان. قول اللسان وقول القلب وعمل القلب وعمل الجوارح. ومن عبارات السلف هذا الإسلام الإيمان عمل ونية. عمل ونية. عمل القلب وعمل الجوارح. والنية تصديق والإقرار. ويدخل في العمل أيضا قول اللسان. وبهذا ينفصل أهل السنة عن المرجئة.
بجميع طوائفه وعن أهل البدع جميعا. العلماء والسلف والأئمة والصحابة والتابعين والأئمة وأهل السنة قاطبة هم الأئمة الأربعة يقررون أن الإيمان تصديق القلب وإقرار اللسان ونطقه وعمل القلب وعمل الجوارح، وقرروا أنه يزيد في الطاعة وينقص في المعصية، وبهذا انفصلوا عن جميع الطوائف، فصلوا عن جميع الطوائف، انفصلوا عن الخوارج، انفصلوا عن المعتزلة، انفصلوا عن المرجئة، انفصلوا عن الشيعة، انفصلوا عن الكرامية، انفصلوا عن الجهمية، جميع الطوائف انفصلوا عنها. فالمرجئة يرون أن الأعمال لا تدخل في مسمى الإيمان. من أعظم من خالف أهل السنة في مسمى الإيمان المرجئة. والمرجئة أربع طوائف، كم طائفة؟ أربع طوائف. الطائفة الأولى الجهمية، ومذهبهم في الإيمان أن الإيمان معرفة الرب بالقلب، والكفر جهل الرب بالقلب. هذا مسمى الإيمان عند الجهمية. جهم بن صفوان، جهم بن صفوان السمرقندي الراسبي الذي نشر مذهب الجهمية يقرر أن الإيمان، أن مسمى الإيمان معرفة الرب بالقلب، والكفر جهل الرب بالقلب. فمن عرف ربه بقلبه فهو مؤمن، ومن جهل ربه بقلبه فهو كافر. وهذا أفسد ما قيل في تعريف الإيمان، أفسد الأقوال وأبطلها وأشدها كفرا وضلالا وبعدا عن الحق. هذا القول هو قول الجهمية. عرفوا الإيمان بأنه معرفة الرب بالقلب، والكفر جهل الرب بالقلب. فمن عرف ربه بقلبه فهو مؤمن، ومن جهل ربه بقلبه فهو كافر. ألزمه العلماء على هذا التعريف أن إبليس مؤمن لأنه عرف ربه بقلبه. قال الله عن إبليس أنه قال ربي أنظر إلى يوم يبعثون. إذن إبليس عرف ربه بقلبه. وألزمه بأن فرعون أكثر أهل الأرض مؤمن لأن فرعون يعرف ربه بقلبه. قال الله تعالى عن فرعون وقومه وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا. وقال الله عن موسى أنه قال لفرعون لقد علمت. والعلم هو العلم هو إيش؟ هو يقين القلب. لقد علمت ما أنزل هؤلاء إلا رب السماوات والأرض بصائر. فعلى هذا يكون فرعون مؤمن على مذهب الجهل. واليهود مؤمنون على مذهب الجهل، لأن اليهود يعرفون صدق النبي صلى الله عليه وسلم أو ما يعرفون، يعرفون. قال الله تعالى الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم وإن فريقا منهم ليكتمون الحق وهم يعلمون. فعلى هذا يكون اليهود مؤمنون على مذهب الجهل بن صفوان تعريف. وأبو طالب عم النبي صلى الله عليه وسلم الذي مات على الشرك وأبى أن يقول لا إله إلا الله يكون مؤمن على مذهب الجهل، لأنه قال في قصيدته المعروفة ولقد علمت بأن دين محمد من خير أديان البرية دينا، لولا الملامة أو حذاري سبة لوجدتني سبحا بذاك مبينا. بل إن العلماء ألزموا الجهم على قوله بأنه كافر بتعريفه هو، لأنه قال الكفر الجهل بالرب، ولا أحد أجهل من الجهم بربه، فيكون كافرا بتعريفه هو. والجهم اشتهر بأربع عقائد خبيثة فاسدة. هذه العقيدة عقيدة الإيمان، عقيدة الإيمان معرفة الرب بالقلب وكون جهل الرب بالقلب. والعقيدة الثانية هذه عقيدة الإرجاء، هذه عقيدة الإرجاء. والثانية عقيدة الجبر، وهو القول بأن العبد مجبور على أفعاله وأن الأفعال هي أفعال الله، والإنسان وعاء للأفعال، فهو آلة يحركها الله، فالأفعال أفعال الله، فالله هو المصلي والصائم
على مذهب الجهم. والعباد وعاء للأفعال كالكوز الذي يصب فيه الماء، فيقول العباد كالكوز والله تصب بالماء فيه. هذا مذهب الجهم في الارجاء في الجب. والعقيدة الثالثة عقيدة نفي الصفات والأسماء، نفى الأسماء والصفات عن الله عز وجل، قال ليس لله سمع ولا بصر ولا علم ولا قدرة، وليس فوق العالم ولا تحت العالم، ولا مبين له ولا محيط له، ولا متصل به ولا منفصل عنه. وش يكون؟ عدم، أشد من العدم. العقيدة الثالثة عقيدة نفي الصفات. العقيدة الرابعة القول بثناء الجنة والنار، قلنا الجنة والنار جميعا تثنيان. هذه أربع عقائد خبيثة اشترى بها الجهم. المقصود أن الجهم، تعريف الجهم في الإيمان أفسد تعريف وأخبث تعريف. إذا هذه العقيدة المرجئة، الطائفة الأولى من المرجئة الجهمية، الطائفة الثانية الكرامية، الطائفة الثانية من طرف المرجئة الكرامية، مذهبهم أن الإيمان هو النطق باللسان والإقرار باللسان. فإذا أقر الإنسان بلسانه مثلا وشهد أن لا إله إلا الله بلسانه فإنه يكون مؤمنا ولو كان مكذبا بقلبه. وهذا يلي مذهب الجهم في الفساد، فيقولون إن الإنسان إذا نطق بلسانه فهو مؤمن كامل الإيمان، وإذا كان مكذبا بقلبه فهو مخلد في النار. فيجمعون بين الأمرين المتناقضين، فيقولون إذا نطق المنافق بالشهادتين فهو مؤمن كامل الإيمان ومع ذلك يخلد في النار. كيف يكون هذا؟ مؤمن كامل الإيمان يخلد في النار؟ قالوا مؤمن كامل الإيمان لأنه نطق بلسانه، ويخلد في النار لأنه كذب بقلبه. فجمعوا بين الأمرين المتناقضين. هذا المذهب الثاني أو الطائفة الثانية من المرجئة. الطائفة الثالثة الماتريدية والأشعرية، الماتريدية والأشاعرة يقولون إن الإيمان تصديق القلب فقط، وأما نطق اللسان وعمل الجوارح فليس من الإيمان، وإن كان مطلوب لكن ليس من الإيمان. الإيمان مجرد تصديق القلب. هذا مذهب الماتريدية والأشاعرة، وهو رواية عن الإمام ابن حنيفة رحمه الله، رواية عن الإمام ابن حنيفة أن الإيمان مجرد التصديق، والعمل ليس من الإيمان، والإقرار ليس من الإيمان، وإن كان مطلوب، مطلوب العمل لكن ما نسميه إيمان، ما نسميه إيمان، نسميه عمل، نسميه واجب. العمل واجب وليس من الإيمان، والإقرار باللسان واجب وليس من الإيمان. الإيمان تصديق القلب. هذا مذهب الماتريدية والأشعرية، هو رواية عن الإمام أبي حنيفة اختارها بعض أصحابه. الطائفة الرابعة من المرجئة مرجئة الفقهاء، مرجئة الفقهاء، وهم طائفة من أهل السنة، يقولون أن الإيمان شيئان، تصديق القلب، يقولون الإيمان شيئان، تصديق القلب وإقرار اللسان، شيئان تصديق القلب والإقرار باللسان، أما الأعمال الجوارح فليست من الإيمان. وهذه الرواية الثانية عن الإمام ابن حنيفة، وعليها جمهور أصحاب، اللي عليها جماهير أصحاب الإمام ابن حنيفة على هذه الرواية، أن الإيمان الإقرار باللسان والتصديق بالجنة. وهذه هي التي قررها الطحاوية، قال والإيمان إقرار باللسان وتصديق بالجنة فقط شيئا. هذا مذهب الأحناف، والأحناف أكثرهم مرجئة الفقهاء. وأول من قال بالإرجاء محمد بن أبي سليمان شيخ الإمام أبي حنيفة في الكوفة، قال إن الأعمال ليست داخلة في مسمى الإيمان. وهؤلاء طائفة من أهل السنة يقولون إن الأعمال مطلوبة ولكن لا نسميها إيمان. الإيمان شيئان فقط، إقرار باللسان وتصديق بالقلب. أما الأعمال الصلاة والصيام والزكاة والحج وغيره واجبة لكن ليست إيمان، فالإنسان عليه واجبان، واجب الإيمان وواجب العمل. وهم طائفة من أهل السنة، وقال
ويقولون إن خلافنا مع الجمهور خلاف لفظي لا يترتب عليه فساد في العقيدة، الخلاف صوري، لأننا نحن وإياكم متفقون، كلنا نقول إن الأعمال ليست داخلة في المستوى، كلنا نقول إن الأعمال مطلوبة وواجبة، لكن الخلاف بيننا هل هي إيمان أو ليست إيمان، نحن نقول ليست من الإيمان وأنت تقول من الإيمان، ونحن متفقون على أنها واجبة ومطلوبة، وأن الواجبات واجبات، وأن من أدى الواجبات تابه الله، ومن تركها الواجبات فهو آثم تعرض للعقوبة ويقام عليه الحد، لكن الخلاف التسمية. وكذلك أيضا الكفر، يقولون وكذلك ويقولون إن الأعمال التي سميت إيمانا هل تسمية مجازية ليست حقيقية، كما في قوله تعالى وما كان الله ليضيع إيمانكم أي صلاتكم إلى بيت المقدس، فسمى الصلاة إيمان، قالوا هذه التسمية مجازية. وكذلك الكفر عندهم قول الكفر هو الجحود فقط، أما الأعمال فإذا سميت كفرا فإنما تسمية مجازية. فإذا جاء في النصوص تسمية الأقوال أو الأعمال إيمان قالوا هذه تسمية مجازية، وإذا جاء في النصوص تسمية الأقوال أو أعمال كفر هذه تسمية مجازية. أما التسمية الحقيقية أن الإيمان هو التصديق بالقلب والكفر هو الجحود فقط. قال بعض العلماء وبعض الأحناف من الشرح الطحاوية قالوا إن الخلاف بين مرجئة الفقهاء وجمهور أهل السنة خلاف لفظي لا يترتب عليه فساد في العقيدة، فلا إما الثلاثة مالك والشافعي وأحمد يرون أن الإيمان قول باللسان وتصديق بالقلب وعمل بالقلب وعمل بالجوارح، والإمام أبو حنيفة يرى أن الإيمان شيئين إقرار باللسان وتصديق بالقلب وعمل الجوارح هذه واجب آخر، ونحن متفقون على أن الأعمال مطلوبة والخلاف بينها في التسمية. لكن في الواقع أن الخلاف ليس لفظي من جميع الوجوه، الخلاف بين الجمهور أهل السنة ومرجئة الفقهاء وإن كان لا يترتب عليه فساد في العقيدة إلا أنه له ثمرات ولها آثار تترتب عليه، ولهذا قال بعض العلماء إن بدعتهم بدعة وإن كانت في اللفظ بدعة المرجئة أشد من فتنة الأزارقة وهم الخوارج. فمن الآثار التي ترتبت على خلاف مرجئة الفقهاء وإن كانوا طائفة من السنة مع الجمهور أنهم فتحوا باب الفساق والعصاة. مرجئة الفقهاء لما قالوا إن الأعمال ليست داخلة في مسمى الإيمان فتحوا باب الفساق والعصاة. مرجئة الفقهاء يقولون إيمان أهل السماء وأهل الأرض واحد، وإيمان الفاسق والعاصي واحد، هو التفصيل كل منهم مصدق، لكن التفاوت بينهم في الأعمال والتقوى. فلما قالوا هذا القول فتحوا باب للفساق والعصاة، فيأتي السكير العربيد ويقول أنا مؤمن كامل الإيمان، إيماني كإيمان جبريل وميكائيل وكإيمان أبي بكر وعمر. فإذا قيل له كيف أنت كأبي بكر وعمر إيمانك كأبي بكر؟ أنا مصدق وأبو بكر وعمر مصدق. فإذا قيل له أبو بكر وعمر لهم أعمال عظيمة، قال ما لنا دعوة في الأعمال، الأعمال شيء آخر غير الإيمان، الأعمال غير الإيمان، نحن متفقون في الإيمان، إيماني كإيمان أبي بكر وعمر. من الذي فتح الباب هذا؟ الذي فتح الباب مرجئة الفقهاء لما قالوا الأعمال غير داخلة في الأعمال، الأعمال غير داخلة في الإيمان، دخل الفساق. ويأتي الفساق ويقولون إيماننا كامل كإيمان أبي بكر وعمر، لا فرق بين إيمان أهل السماء وإيمان أهل الأرض واحد، وهذا باطل. إيمان أبي بكر وعمر لو وزن بإيمان أهل الأرض لرجح، فكيف تقول أي السكير العبيد العربيد إن إيمانك إيمان أبي بكر وعمر؟ الذي فتح الباب هم المرجئة الفقهاء لما قالوا الأعمال غير داخلة في مسمى الإيمان. الأمر الثاني من الآثار التي تترتب عليها على خلاف مرجئة الفقهاء مع جمهور السنة فتح الباب للمرجئة المحضة، فتحوا باب المرجئة المحضية وهم الجهمية،
فلما قال المرجئة الفقهاء إن الأعمال ليست داخلة في مسمى الإيمان وهي مطلوبة، دخل مرجئة المحضة وقالوا الأعمال ليست مطلوبة، ليست من الإيمان وليست مطلوبة. فالمرجئة المحضة يقولون الأعمال إذا عرف الإنسان ربه بقلبه وصدق فلا يضره أي كبيرة يعملها، لا ينفع مع الكفر طاعة كما لا ينفع مع كما لا يضر مع الإيمان معصية، ما دام آمن وصدق فلا تضره المعصية، ما تضره أي معصية. الذي يقول هذا المرجئة المحضة، ولهذا يقولون إنه إذا صدق فهو مؤمن كامل الإيمان ويدخل الجنة من أول وهلة. وحتى أيضا لو فعل بعض المكفرات عندهم لا يؤثر عليه ما دام يعرف ربه بقلبه، فلو سب الله وسب الرسول ويعرف ربه بقلبه ما تأثر إيمانه، ولو قتل النبي وداس المصحف بقدميه فلا يكون كافرا. من الذي فتح الباب هذا؟ مرجئة الفقهاء لما قالوا إن الأعمال لا تدخل في مسمى الإيمان، وهذا من استهان بالمصحف كفر، هذا كفر وضلال، من سجد الصرب كفر، من سب الله وسب رسوله كفر. فهذه من الآثار التي ترتبت على الخلاف بين مرجئة الفقهاء وجمهور أهل السنة. أولا فتحوا باب الفساق، ثانيا فتحوا باب المرجئة المحضة، ثالثا المسألة الثالثة مسألة الاستثناء في الإيمان، وهو قول الإنسان أنا مؤمن إن شاء الله. فمرجئة الفقهاء يمنعون الاستثناء في الإيمان، يقول لا تقول أنا مؤمن إن شاء الله، تشك في إيمانك، أنت مصدق تعلم نفسك أنك مصدق، هل تشك في إيمانك؟ فأنت تعلم أنك مصدق مؤمن كما تعلم أنك قرأت فاتحة، وكما تعلم أنك تحب الرسول عليه الصلاة والسلام، وكما تعلم أنك تبغض اليهود، فلماذا تشك في إيمانك؟ ولهذا من قال أنا مؤمن إن شاء الله يقول هذا شاك في إيمانه، ويسمون أهل السنة الشكاكة، الشكاكة شكوك في إيمانهم. أما جمهور أهل السنة قالوا فإنهم أجازوا الاستثناء باعتبار ومنعوه باعتبار، قالوا إن قصد الإيمان الشك في أصل الإيمان والتصديق هذا ممنوع، أما إذا أراد يقول أنا مؤمن إن شاء الله أن شرائع الإيمان والواجبات كثيرة ولا يجزي الإنسان بأنه أدى ما عليه ولا يزكي نفسه، فيقول إن شاء الله نظر إلى أن شعب الإيمان كثيرة والواجبات كثيرة والإنسان لا يزكي نفسه ولا يجزي بأنه أدى ما عليه، هو يستثني فيقول أنا مؤمن إن شاء الله لا لشك في أصل الإيمان، هذا لا بأس به. ولهذا جماهير أهل السنة كلهم يستثنون في الإيمان، قال أنا مؤمن إن شاء الله في النظر إلى الأعمال والواجبات متعددة، فإن الإنسان لا يذكر نفسه ولا يجزي بأنه أدى ما عليه. أما إذا قصد الشك في أصل إيمانه فهذا ممنوع، وكذلك إذا أراد عدم علمه بالعاقبة فله أن يستثني قل أنا مؤمن إن شاء الله، وكذلك إذا أراد التبرك بذكر اسم الله فله أن يستثني، إذا فيستثني إذا أراد التبرك بذكر اسم الله، ويستثني إذا أراد عدم علمه بالعاقبة، ويستثني إذا أراد أن الاستثناء راجع إلى الأعمال المتعددة. أما إذا قصد الشك في أصل إيمانه فهذا ممنوع. فهذا مبحث الإيمان ومبحث المرجئة، وأنتم تعلمون الآن أن في الساحة الإرجاء الآن انتشر، الآن صار فيها كلام كثير وأخذ ورد في الشبكة المعلوماتية، أخذ ورد والكتابات في الصحف والرسائل واختلط الأمر، اختلط الحابل والنابل على كثير من الناس، ولا يفرقون بين الحق والباطل إلا من عصب الله. فكل من قال إن الأعمال غير داخلة في مسألة الإيمان فهم من المرجئة، قاعدة هاي خذوها قاعدة، كل من قال الأعمال لا تدخل في مسمى الإيمان فهم من المرجئة. الإيمان كما سبق أربعة أشياء: تصديق القلب وإقرار اللسان وعمل القلب وعمل الجوارح، فمن أخرج الأعمال من الإيمان فهو من المرجئة، سواء قال إنه شرط كمال أو شرط صحة أو غير ذلك، الشرط خارج عن المشروط.
ما يقال شرط ولا غير، فإن جزء الأعمال جزء من الإيمان، ركن في الإيمان، مكان الإيمان ركن. فمن قال إنه خارج عن الإيمان فهو من المرجية، سواء سمى شرط كمال أو شرط صحة أو لم يسمى، ما لنا دعوة فيه. كل من أخرج الأعمال مسمى الإيمان فهو من المرجية. وكذلك أيضا قرأ أهل السنة أن الإيمان يزيد وينقص، يزيد يزيد بالطاعة، إذا أطاع الإنسان ربه زاد الإيمان، وإذا عصى ربه نقص الإيمان. وكما دلت النصوص الكثيرة على هذا، قال الله تعالى ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم ويزداد الذين آمنوا إيمانا، والذي أنزل السكينة في قلوب المؤمنين ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم. والكفر أيضا يزيد وينقص، وإذا ما أنزل السورة النظر بعضهم إلى بعض، وإذا ما أنزل السورة فمنهم من يقول أيكم زارته هذه إيمانا، فأما الذين آمنوا فزارتهم إيمانا إلى إيمانهم، فأما الذين فزارتهم إيمانا وهم يستبشرون، وأما الذين في قلوبهم مرض فزارتهم رجسا إلى رجسهم وماتوا وهم كافرون. إذا الكفر يزيد وينقص، والنفاق يزيد وينقص، والإيمان يزيد وينقص. أما المرجئة لجميع الطوائف يقول الإيمان لا يزيد ولا ينقص، الإيمان شيء واحد لا يزيد ولا ينقص، هذا خلاف النصوص، خلاف ما دل عليه، ما دلت عليه النصوص من كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم وكلام السلف. كان السلف الصالح من الصحابة والتابعين يقول هلما نزد إيمانا فيذكرون الله ويقرؤون القرآن، فإذا أمر الإنسان بالمعروف ونهى عن المنكر ودعا إلى الله وقرأ القرآن زاد إيمانا، وإذا غفل أو عصى نقص إيمانا. أما أهل البدع فإنهم خالفوا أهل السنة والجماعة في هذا، الخوارج والمعتزلة يرون إن مسمى الإيمان كما يقول أهل السنة، قول باللسان تصديق بالقلب وعمل بالقلب وعمل بالجوارح، لكنهم يقولون إذا فعل ترك الإنسان واجبا وواجبات انتهى الإيمان، ذهب الإيمان كله. جمهور أهل السنة يقولون يزيد ينقص الإيمان، وهم يقولون لا ينقص، يذهب بالمرة ويبقى بالمرة، لا يزيد ولا ينقص. قالوا الإيمان حقيقة مركبة، والحقيقة المركبة تزول بزوال بعض أجزائها. فعند الخوارج والمعتزلة الإيمان قول باللسان تصديق بالقلب وعمل بالقلب وعمل بالجوارح كما يقول أهل السنة، إلا أنه يقول لا يزيد ولا ينقص، بل إذا زال زال جميعه، وإذا ثبت ثبت جميعه. فإذا عصى الإنسان ربه، إذا سرق انتهى الإيمان، خرج من الإيمان وصار كافر، إذا زنى خرج من الإيمان وصار كافر، انتهى الإيمان، إذا تعامل بالربا كفر، انتهى من الإيمان، إذا عقى والديه انتهى الإيمان. عند الخوارج المعتزلة، عند أهل السنة لا، يصير ضعيف الإيمان ما يكفر. لو كان الزاني كافر ما جلد قتل، لو كان السارق كافر ما قطعت يده، يقتل الكافر، يقتل من بدل دينه فاقتلوا. لو كان السارق والزاني كافر ما ورث من أقاربه، لا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم. فالخوارج والمعتزلة وإن وافقوا على السنة في مسمى الإيمان، إلا أنهم يخالفونهم في إيش؟ في زوال الإيمان، فيقول الإيمان شيء واحد، إذا زال زال جميعه، وإذا ثبت ثبت جميعه، لأنه حقيقة مركبة، والحقيقة المركبة تزول بزوال بعض أجزائها. هذا خطأ، من قال إن الحقيقة المركبة تزول بزوال بعض أجزائها؟ الإيمان الإنسان حقيقة مركبة، إذا قطعت الصلة من الإيمان يزول مسمى الإنسان ولا ما يزول؟ ولا ينقص؟ ينقص، بقي إنسان. إذا قطعت يده أو رجله أو إصبع من أصابع تزول الحقيقة ولا ما تزول؟ ما تزول، تبقى. فكذلك الإيمان إذا زال بعض الواجبات التي لا تصل إلى درجة الكفر ينقص الإيمان ويضعف ولا يزول. فالخوارج يقولون إذا عصى أو فسق أو ارتكب كبيرة انتهى الإيمان ودخل في الكفر، والمعتزلة يقول انتهى الإيمان ولا يدخل في الكفر،
يكون في منزلة بين المنزلتين، لا مؤمن ولا كافر، وهذا من أبطل البعض. كذلك المرجية يقولون الإيمان شيء واحد، حقيقة مركبة تزول بزوال بعض أجزائها. الإيمان عند المرجية التصديق، إذا زال التصديق زال الإيمان، وإذا وجد التصديق وجد الإيمان، شيء واحد. وهذا يقوله جميع أصناف المرجئة، يقول الإيمان شيء واحد وهو حقيقة مركبة تزول بزوال بعض أجزائها. هذه الشبهة عن جميع الطوائف ما عدا جمهور أهل السنة، يعني يقول بهذا مرجئة الفقهاء والماتريدية والأشعرية والجهمية والخوارج والمعتزلة، كلهم يقولون الإيمان شيء واحد، إذا زال زال جميعه، وإذا ثبت ثبت جميعه، لأنه حقيقة مركبة، والحقيقة المركبة تزول بزوال بعض أجزائها. وهذا باطل، هذا من أبطل الباطل، هذا من أبطل الباطل. فإن الإيمان متعدد ومتبعض، ولهذا قال جمهور أهل السنة ومنهم الصحابة والتابعون والأئمة والعلماء، منهم الأئمة الثلاثة مالك والشافعي وأحمد، سفيان الثوري وسفيان عيينة والبخاري ومسلم وغيرهم من العلم وأهل الحديث، أن الإيمان قول باللسان وتصديق بالقلب وعمل بالقلب وعمل بالجوارح، يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية. إذا فعل الإنسان معصية نقص إيمانه وضعف، ولو كثرت المعاصي، لو كثرت المعاصي وعظمت ما تزيل الإيمان بل تضعفه. متى يزول الإيمان؟ إذا جاء الكفر. فالمعاصي إذا كثرت أضعفت الإيمان، لكن لا تقضي عليه. ولهذا في أحاديث الشفاعة أخرج من النار من كان في قلبه مثقال ذرة من إيمان، يضعف الإيمان بالمعاصي حتى ما يبقى مثقال ذرة، لكن ما يزول، ما ينتهي. متى ينتهي؟ ينتهي الإيمان إذا جاء الكفر الأكبر أو النفاق الأكبر أو الفسق الأكبر أو الشرك الأكبر، خلاص ينتهي الإيمان، ما يجتمع الإيمان والكفر. الإيمان لا يجتمع مع الكفر، إذا فعل كفرا سب الله وسب الرسول انتهى الإيمان، استهزأ بالله أو برسوله أو بكتابه انتهى الإيمان، كذب الله أو كذب رسوله انتهى الإيمان، أنكر أمرا معلوم من الدين بالضرورة وجوبه وتحريمه، أنكر تحريم الزنا أو تحريم الربا أو تحريم الخمر أو تحريم عقوق الوالدين، أو أنكر وجوب الصلاة أو وجوب الزكاة أو وجوب الحج، في هذا ينتهي الإيمان. ولهذا فإن أهل السنة بدعوا أخوال المعتزلة وصاحوا بهم وضللوهم، وقال أنتم أنكرتم النصوص المتواترة، تواتر عن النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه يدخل النار جملة من هذه الكبائر، نصوص هذا متواتر كثيرة بلغت حد التواتر، أنه يدخل النار جملة من أهل الكبائر، مؤمنون موحدون مصلون، ولا تأكل النار وجوها، حرم الله على النار تأكل وجوها، وجوها مصلين، لكن تأتيه تصلاه النار من نواحي أخرى. هذا مات وهو مؤمن مصلي، لكنه مات عاقا لوالديه من غير توبة، هذا مات على الزنا من غير توبة، هذا مات على التعامل بالربا من غير توبة، هذا مات على الغيبة من غير توبة، هذا مات على النميمة من غير توبة، هذا مات على القتل بغير حق ولم يستحله، وهكذا تواترت الأخبار عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه يدخل النار جملة من الكبائر. لو كان الإيمان ينتهي بالمعاصي ما أخرجوا من النار، لكنه يخرجوا. تواترت الأخبار عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه يشفع في العصاة الموحدين أربع شفاعات، قال عليه الصلاة والسلام شفاعتي لأهل الكبائر من أمتي، في كل مرة يحد الله له حدا، يعرفهم بالعلامة يخرجهم من النار. جاء بعض الحديث النبي صلى الله عليه وسلم قال أخرج من النار من كان في قلبه مثقال دينار من إيمان، وفي بعضها أخرج من كان في قلبه مثقال نصف دينار،
وبعض أخرج ما كان في قلبه مثقال ذرة من إيمان، وبعض أخرج ما كان في قلبه أدنى مثقال ذرة من إيمان. ثلاثة من أخبار النبي صلى الله عليه وسلم، وأنه يشفع أربع شفاعات في العصاة، مؤمنون يخرجون من النار، وكذلك يشفع بقية الأنبياء، ويشفع الملائكة، ويشفع الشهداء والأفراد، وتبقى بقية لا تنالهم الشفاعة، فيخرجهم رب العالمين برحمته. يقول شفعة الملائكة، وشفع النبيون، وشفع المرسلون، ولم يبقى إلا رحمة الرحمن الرحيم، فيخرج قوما من النار لم يعملوا خيرا قط، يعني زيادة على التوحيد والإيمان، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. وثبت في الأحاديث الصحيحة أنهم يخرجون من النار ضبائر قد امتحشوا وصاروا فحما، فيصب عليهم من أهل الحياة، فينبتون كما تنبت الحبة في حميل السيل، الحبة البذرة، فإذا هذبوا ونقوا أذن لهم في دخول الجنة. أخبار في هذا متواتر. وثبت في قصة الرجل الذي هو آخر أهل النار خروجا وآخر أهل الجنة دخولا، رجل يخرج منها فإذا سلمه الله التفت إليها وقال الحمد لله الذي نجاني منك، وفي أول الأمر يكون وجهه إلى النار، فيقول يا ربي اصرف وجهي عن النار فقد قشبني ريحها وأحرقني ذكاؤها، فيأخذ الله عليه العهد والميثاق ألا يسأل، فيعطي ربه العهد والميثاق، فيصرف الله وجهه عن النار، ثم ترفع له شجرة فيسكت ما شاء الله، ثم يسأل ربه يا ربي أدني من هذه الشجرة أستظل بظلها وأشرب من مائها، فيقول الله ويلك يا ابن آدم ما أغدرك، ألم تقول إنك لا تسألني غيره، وربه يعذره لأنه يرى ما لا صبر له، فيعطي ربه العهد والميثاق فيدنيه، ثم يسكت ما شاء الله وتفلع الشجرة الأخرى، وهكذا حتى يصل إلى الجنة، فإذا وصل إلى باب الجنة انفاقت له جنة ورأى ما فيها من النعيم والكرامة، يرى شيء لا صبر له، فيقول يا ربي أدخل الجنة، فيقول الله ويلك يا ابن آدم ما أغدرك، ألم تقل إنك لا تسألني غيرها، فيقول يا ربي لا أكون أشقى خلقك، فيضحك الله سبحانه وتعالى له، فإذا ضحك أدخله الجنة، قال ادخل الجنة، فإذا دخل الجنة قال الله تمنى، أما ترضى أن يكون لك مثل ملك من ملوك الدنيا، هذا آخر أهل الجنة دخولا وآخر أهل النار دخولا، أما ترضى أن يكون لك مثل ملك من ملوك الدنيا، فيقول رضيت يا رب، فيقول الله له لك ذلك ومثله 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 خمس مرات، وجاء في الحديث الآخر لك ذلك وعشرة أمثاله، يعني لك مثل ملك من ملوك الدنيا 50 مرة، هذا آخر أهل النار خروجا وآخر أهل الجنة، وهذا في صحيح البخاري ثابت الحديث. فكيف يقول الخوارج ومعتزلة إن من دخل النار لا يخرج منها، خوارج ومعتزلة يقول من دخل النار لا يخرج منها، كما أن من دخل الجنة لا يخرج منها فكذلك من دخل النار لا يخرج منها، ويجعلون الكفار العصاة كالكفار سواء بسواء، وأنكروا النصوص مع تواترها. والله تعالى يقول في كتابه إن الله لا يغفر الشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، وبهذا يتبين أن مسمى الإيمان ومسمى الكفر فيه هذا الاختلاف الشديد، وأن مذهب أهل السنة هو مذهب الحق، وأن الإيمان يكون تصديق بالقلب وإقرار باللسان وعمل بالقلب وعمل بالجوارح، وأن الأعمال داخلة في مسمى الإيمان، وأقوال اللسان داخلة في مسمى الإيمان، وأعمال القلب داخلة في مسمى الإيمان، وتصديق القلب داخل في مسمى الإيمان، فالإيمان يكون قول ويكون عمل ويكون تصديق ويكون إقرار، كما أن الكفر يكون إيش؟ بالجحود ويكون بالعمل ويكون بالقول. مرجئة الفقهاء والمرجئة عموما يقول الإيمان لا يكون لا تصديق بالقلب،
والكفر لا يكون إلا جحود بالقلب بس فقط. أقوال اللسان ليست من الإيمان، أعمال الجوارح ليست من الإيمان، كذلك الكفر أقوال اللسان ليست من الكفر، الأعمال ليست من الكفر. فيقولون الكفر هو الجحود، إذا سب الله وسب الرسول يقول هذا ليس كفر، إنما دليل على الكفر. إذا سجد الصنم يقول ليس السجود في أداة الكفر، لكن دليل على الكفر، دليل على ما في قلبه، هذا من أفضل الباطل. نفس سجود الصنم كفر، نفس السب كفر. فالكفر يكون بالجحود بالاعتقاد، كما إذا اعتقد الله صاحبة أو ولدا أو شريكا في الملك. أو جحد ملكا من الملائكة أو نبيا من الأنبياء أو جحد البعث أو القيامة، هذا يكفر بهذا الاعتقاد. ويكون أيضا بالشك، أيضا إذا شك في الله أو في ربوبيته أو في أسماء أو في صفاته أو شك في الملائكة أو في البعث أو في الساعة أو في القيامة أو في الجنة أو في النار، كفر بهذا الشك. ويكون بالعمل كالسجود للصنم، إذا سجد للصنم قاصدا فإنه يعني قاصدا للسجود فإنه يكون كافر، ولو لم يجحد بهذا العمل. إذا سجد الصنم أو داس المصحف بقدميه أو لطخ المصحف بالنجاسة كفر بهذا العمل. وكذلك القول إذا سب الله أو سب الرسول أو استهزأ بالله أو ملائكته أو كتبه أو رسله كفر. وكذلك الرفض والترك إذا أعرض عن دين الله لا يتعلم ولا يعمل به كفر في الإعراض بالرفض والترك، إنما يرفض دين الله لا يعلم ولا يتعلم يكون كافر في هذا الرفض. قال الله تعالى والذين كفروا عما أنذروا معرضون ومن أظلم من ذكر بآيات ربه ثم أعرض عنها إنا من المجرمين منتقمون. فالكفر يكون بالقلب بالاعتقاد بالجحود، ويكون بالقول باللسان، ويكون بالعمل بالجوارح، ويكون بالشك، ويكون بالرفض والترك. كل هذه أنواع الكفر، خمسة أنواع. يكون بالاعتقاد بالقلب بالاعتقاد، يكون بالشك، ويكون بالقول باللسان، ويكون بالعمل، ويكون بالرفض والترك. المرجئة يقول ما يكون الإيمان إلا بالقلب فقط، ما يكون إلا بالقلب. وكذلك الإيمان يكون بالقول باللسان ويكون بالعمل ويكون بالقلب تصديق. أما المرجئة فلا يرون إن الإيمان لا يكون إلا في القلب، والكفر لا يكون إلا في القلب، والأعمال لا يكون فيها كفر، والأقوال لا يكون فيها كفر. وإذا جاءت نصوص تدل على أن العمل من الإيمان قال هو التسمية مجازية، وإذا جاءت نصوص تدل على أن هناك أعمال سميت كفرا أو أقوال سميت كفرا قالوا التسمية مجازية، وهذا من أبطل الباطل. وهذه المقدمة قدمتها الآن توطية بين يدي الكتاب حتى إذا مرت من هذه المباحث تكون واضحة لكم، ولأن الإرجاء الآن انتشر الآن وعظمت فيه الفتنة والتبس فيه الحق الباطل، كما ترون الآن في الصحف وفي المجلات وفي الرسائل وفي الشبكة المعلوماتية تسمى الإنترنت وغيرها، واختلط الحابل بالنابل والردود والكتابات في هذا، وكل يدعي أنه على الحق. هذه مقدمة أرجو أن ينفع الله بها، وأسأل الله لي ولكم التوفيق والسداد والعلم النافع والعمل الصالح. أسأل الله تعالى أن يهدينا وإياكم صراطه المستقيم. اللهم اهدنا لما اختلفت فيه من الحق بإذنك، إنك تهدي من تشاء إلى صراط المستقيم. اللهم ثبتنا على دينك القويم حتى الممات، إنك ولي ذلك والقادر.